حضراتكم مرة أخرى أبدأ حواري مع ضيفي العزيز الحاج وراق الكاتب والمفكر السياسي السوداني. أهلا وسهلا بك في القاهرة. مرحبا. قادم من كمبالا. نعم. تقيم في كمبالا في أوغندا من كم سنة؟ حوالي سنة ونصف. سنة ونصف. نعم. وقبلها؟ قبل خرجت من السودان في 1/5/2010، خرجت إلى القاهرة ثم إلى السويد ومن السويد إلى أوغندا. ولكن قبلها كان هناك رحلة هروب أيضا أو خروج أو اختباء. اختباء لعشر. نعم. سنوات. لعشر سنوات من الثمانينات، من 85. من 89 إلى 99. ليه قررت أن تعارض من الخارج؟ يعني ليه لم تكن معارضا من الداخل يعني؟ يعني بعد مكابدة ومحاولة لتوسيع هامش الحريات المتاحة في السودان، توسط لأن نظام السيطرة والتحكم في السودان لا يمكن كسره من الداخل، لابد أن تخرج من مربع السيطرة حتى تحطم نظام التحكم والسيطرة، فخرجت وأسست صحيفة في الخارج. هل عملت تأثير داخل السودان؟ يعني تستطيع أن تقول أنت ومن معك من المعارضة والمفكرين السودانيين نجحتم في الخلخلة، في طرح أفكار، في تنمية أفكار؟ جزئيا نجحنا طبعا، لكن نجاحنا النهائي يتحقق برحيل النظام يعني، أو برحيل الاستبداد من السودان. وحضرتك بتتكلم عن رحيل النظام أو الاستبداد، يبدو لي الأمر متعارض أو متناقض شوية قدام تصريحات حضرتك. يعني أنت دائما صحفك وكل شيء فيه كلمة حرية، يعني صحيفة حريات الإلكترونية، صحيفة أجراس الحرية، صحيفة الحرية، كل الحرية، وأنت تسعى لهذه الحرية في السودان وضد الأنظمة الاستبدادية. نحن أمام نموذج استبدادي سقط في مصر. أراك تبدأ من نقطة الصدام، من أتى بالانتخابات شرعية، من يحظى بقبول في الشارع، ترى وتخوف من أنه سيؤدي إلى تقسيم وتدمير. كيف يمكن أن أفهم هذا التناقض أو التعارض يعني؟ صحيح، في السودان حدثت انتخابات في أبريل 2010، وفي السودان يصطلح على تسميتها بانتخابات الخج، يعني خج الصناديق. نعم. ولأنها انتخابات زائفة تمت تحت سيطرة حزب واحد بدون وجود حرية تنظيم وبدون وجود حرية تعبير، وكانت كل مؤسسات الدولة تحت هيمنة حزب واحد، هو الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني هو صاغ القضاء وجعلوا قضاء مسيس وحزبي. نعم. صاغ الشرطة وجعل شرطة حزبية ومسيسة، وصاغ المال، البنوك والبنك المركزي حتى إنه يحابي أنصاره، وهكذا كل الدولة تحولت من دولة مواطن إلى دولة حزب. نعم. وتحت هذا السقف أي انتخابات تتم هي انتخابات غير حرة وغير نزيهة، ولذلك النتائج التي تمخضت عنها نتائج غير معترف بها من غالبية الشعب السوداني. والدليل على ذلك إنه هم بعد نهاية الانتخابات سعوا إلى تشكيل حكومة مع القوى السياسية التي عارضت وقاطعت الانتخابات، مما يعني إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة وأفرزت شرعية، فلماذا تسعى إلى إشراك الآخرين معك؟ وحسب الانتخابات الأخيرة أنت أخذت 90% من الأصوات. نعم. مثلهم مثل كل النظم الشمولية، إن هم انتخابات تمخضت عن أكثر من 90% لصالح الحزب الحاكم. ده في السودان. نعم. عندنا في مصر ما حصلش كده. طبعا. يعني ما خدوش هذه النسبة. نعم خدوا الأغلبية، ولكن الإسلاميين ما خدوش هذه النسبة، وكانت الانتخابات عندنا ما كانتش، حضرتك قلت لي اسمها ايه؟ الخج. الخجة. لا ما كانتش الخجة عندنا، احنا كان عندنا انتخابات كلنا شفناها، كانت إلى حد كبير ديمقراطية وإلى حد كبير شفافة ونزيهة وتعكس إرادة الشارع بغض النظر تقبلها أو ترفضها يعني. طبعا يعني من ضمن الأشياء المهمة جدا لمصر إنه لابد نعرف إنه الديمقراطية ليست فقط صناديق الانتخابات، الديمقراطية أيضا ثقافة في صناديق الأدمغة قبل أن تكون في صناديق الانتخابات، ولا يمكن الحديث عن حرية بدون عقول حرة. مأساة الربيع العربي إنه النظم الاستبدادية السابقة سقطت،
وسقطت وحصدت ثمار سقوط هذه الأنظمة حركات هي يعني تروج للعقول المغلقة وليس العقول الحرة. ولذلك هذه التجارب ستنتهي بتجارب أسوأ من الأنظمة الاستبدادية التي سقطت. وأنا أزعم إنه دول ما يسمى بالربيع العربي هي ذاهبة إلى شتاء قارس وليس إلى ربيع. يبدو أن من هذا الكلام أنك غير مقتنع بالثورات العربية أو الربيع العربي، ترى أن وراءه أشياء أخرى غير ما هو بادن. يعني ما حدث في ميدان التحرير كان يحتاج إلى تحرير للعقول أيضا، يسبق ويترافق مع ما حدث في ميدان التحرير، ولكن للأسف هذه الثورات لم تترافق مع ثقافة ديمقراطية، ترافقت مع حركات مغلقة وشمولية، وستذهب بهذه البلدان إلى تجارب مقيتة جدا. وهذا ما يعني استخلصناه من تجربتنا نحن في السودان. هل يمكن القياس على تجربة السودان أن التجارب في العالم العربي كله بما فيها مصر وفي اختلاف في التركيبة وفي الجغرافيا وفي أشياء كثيرة جدا؟ طبعا مصر حتى الآن لم تجرب بعد، ونتمنى أن لا تجرب، لكن السودان نحن جربنا حكم هذه الجماعات، الجماعات المغلقة، جماعات الإسلام السياسي لأكثر من 20 عام. فماذا كانت الحصيلة؟ الحصيلة إنه تم تمزيق البلد، تم تدهور في كل مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، انتهت التجربة سياسيا إلى اعتقال عرابة نفسه اللي هو الدكتور الترابي، الدكتور حسن الترابي، واعتقل نتيجة هذه التجربة نفسها. فتجربة اعتقلت عرابة وأحدثت انتهاكات جسيمة وواسعة لحقوق الإنسان. يعني الأمم المتحدة بحسب تقديراتها تم قتل 300,000 سوداني في ولايات دارفور. الآن السودان الآن هناك أكثر من 2,900,000 في معسكرات اللجوء والنازحين. يعني من كل 100 سوداني الآن هناك 13 سوداني على الأقل هم موجودين في معسكرات النزوح واللاجئين. فإذا دولة انتهت بمواطنية في معسكرات، وهذا خلاف الانتهاكات الجسيمة، تم اغتصاب مئات الناس، مئات النساء، تم إلقاء الأطفال في النيران المشتعلة، تم دفن الآبار، قطع الأشجار. ولذلك الآن رئيس النظام هو متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة، واعتقل آلاف السودانيين وذهب بهم إلى بيوت للاعتقال السري تسمى بيوت الأشباح في السودان. يتم استخدام الصياط، الجلد، الكهرباء، التعذيب الوحشي، وحتى اغتصاب الرجال، دعنك عن اغتصاب النساء. فأيضا تم إفساد للحياة السياسية والاقتصادية في السودان. أولا الآن بحسب منظمة الشفافية الدولية السودان هو الخامس من الطيش من حيث الفساد، الخامس من حيث الفساد. وليست هذه شهادة مؤسسات غربية فقط أو مؤسسات دولية كما يدعون، لأنه كل الناس المطلعين على ما يجري في السودان، مرشد ومؤسس الأخوان المسلمين في السودان يسمى صادق عبد الله عبد الماجد قال في شهادة إنه هذا أفسد نظام مر على تاريخ السودان الحديث. أحد الإسلاميين المعتدلين والناقدين يسمى دكتور الطيب زين العابدين قال هذا أفسد نظام في تاريخ السودان الحديث. عراب هذه التجربة الدكتور الترابي قال إنه هذا أفسد نظام في تاريخ السودان الحديث. يعني بدعاوى الإسلام وبدعاوى الطهر والاستقامة تم تأسيس أفسد نظام في تاريخ السودان الحديث. وتم تبديد موارد البلد. يعني أنا أذكر لك مثال واحد، ميزانية 2012 هذا جهاز الأمن ميزانيته 1,300,000,000,000 سوداني، ميزانية الصحة 500,000,000,000، والتعليم 400,000,000,000. يعني ميزانية جهاز الأمن تساوي 3 أضعاف ميزانية التعليم والصحة مجتمعة.
عام تنفيذ اتفاقية السلام سنة 2005 كهرباء الفلل الرئاسية، فلل الرئيس، كلفت الكهرباء أكثر من تنمية جميع القطاع التقليدي في السودان. القطاع التقليدي في السودان يعيش فيه 50% من أهل السودان. كهرباء الفلل الرئاسية كلفت أكثر من تنمية يعني 50% من أهل السودان. وفي العشر سنوات الأخيرة كان المعدل إنه الصرف على رئاسة الجمهورية حوالي 11% من المصروفات، بينما التعليم والصحة ومياه الشرب مجتمعة حوالي 7-9% من المصروفات. فيمكن أن تتخيل مقدار الفساد. مستشار البيئي لمجلس الوزراء السوداني في تصريح رسمي قال إنه مياه الشرب في العاصمة السودانية الخرطوم تختلط بمياه الصرف الصحي. نعم. يعني الناس يشربون مياه مختلطة بالغائط بالبراز. ولذلك سلطة تجعل مواطنية يشرب الغائط مع مياه الشرب لابد أن تشرع نفسها ليس بمعادلات الأرض، بمعادلات السماء، لأن معادلات الأرض مكلفة، تنمية وتفكير في الاقتصاد والتخطيط وإلى آخره. لكن عندما تدعي إنك تذهب بالناس إلى الجنة هذا لا يكلف. طب ليه حضرتك شايف ان ده بنسيبه للاسلاميين في حين ان الانظمه العربيه كلها عندنا، وانت بتكلمنا عن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ونفقات الرئاسه وما ينفق على الداخليه قد ايه بالقياس لميزانيات التعليم وخلافه في نظام سابق لا كان اسلامي ولا غيره، كان يقترب من هذا السوء في احيان كثيره غير انظمه عربيه كثيره جدا لا يمثلها اسلاميون عندها نفس الفساد وبنقرأ كتير من ده. لماذا تختار ده؟ وكأن هل الأمر هو مرارة خاصة أم أنه استشراف لرؤى كحكم الإسلاميين في أي مكان؟ هو يعني أنا خلاصتي أنه أينما ادعت سلطة ما القداسة هي بالضرورة تؤدي إلى تجريم الرأي الآخر، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. لا، إذا ادعيت القداسة، إذا أنت سلطة طبيعية، سلطة غير أيديولوجية، غير مغلقة، لا تدعي الإسلام، في السياسة يتم الصراع بين الخطأ والصواب. عندنا في الممالك لا، الاقتراب من الملك أو الأمراء يعتبر اقتراب من القداسة. لكن عندما تدعي إنك تتحدث باسم الله تكون معارضتك معارضة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الخطر. يعني بمعنى إنه الدولة الدينية تقود بالضرورة وفي كل الحالات إلى تجريم الرأي الآخر، لأن الرأي الآخر يصير كفر وليس يصير خطأ في مواجهة صواب، وليس رأي في مواجهة رأي آخر. ولذلك لأن كل جماعة إسلامية تعتقد إنها حزب الله وغيرها إما حزب الشيطان أو حزب المنافقين، ولذلك تقود بالضرورة إلى تجريم الرأي الآخر. ثم لأنه هذه الحركات لديها تصور شمولي عن كل مناحي الحياة، هي تريد أن تحدد لك كيف تمارس السياسة وأي الفنون تسمع وأي الملابس تلبس وأي المسرحيات تتفرج، هي تريد أن تصيغ كل عالم الإنسان. ولذلك هي تقود بالضرورة إلى انتهاك حريات الناس الشخصية. في السودان عندنا جهاز مختص لتتبع عورات الخلق اسمه قانون وشرطة النظام العام، يتسور البيوت، يدخل البيوت، يتجسس على الناس، يمكن أن يسألوك عن إذا كنت تذهب مع أي امرأة أين قسيمة الزواج، يمكن أن يتدخلوا لهذا الحد، يتدخلوا في طول فستان التلميذات إنه هذا الفستان طوله هل تحت الركبة أم فوق الركبة، مثل جماعات الأمر بالمعروف يعني. بالضبط نفس ما يحدث في السعودية مثلا. طيب هل يمكن تطبيق، حضرتك قلت لي ده حصل في السودان، انتوا خدتوا التجربه ولسه قايل حضرتك من شويه ان مصر ما خدتش التجربه لسه. نعم. طب ولماذا لا تاخدوا التجربه اذا كان هذا اختيار الشعب؟ يعني ليه بنصادر على حق الشعب؟ ربما الاخوان او التيار السلفي في مصر يقدموا تجربه مختلفه، لماذا المصادره من البدايه وباسم الديمقراطيه والحفاظ على حق الاقليات ايضا؟ ليه ما ياخدوش الفرصه؟ ربما يقدموا تجربه تضحد التجربه اللي حضرتك بتقولها. طبعا هو من حيث المبدا انه الديمقراطيه هناك حقوق وحريات يجب ان لا تكون خاضعه للاغلبيه والاقليه. نعم.
الحقوق الإنسانية اللي بيضمنها الدساتير. بالضبط. ولكن إذا أقمت الدولة على أساس دين معين لابد أن أصحاب الديانات الأخرى يجدوا أنفسهم مواطنين من الدرجة الثانية، وهذا ما أدى إلى تمزيق السودان. أنت لا يمكن أن تجعل مسيحي يعيش في دولة تدعي إنها دولة إسلامية، لأنه بالضرورة هذا ينتقص من حقوقه وحرياته. يعني هل تطلب من المسيحي المصري أن يدفع الجزية؟ هل تسمح في دولة إسلامية لمسيحي أن يكون رئيس للبلد؟ بس هم عندنا الإخوان والسلفيين قالوا لا، مش لن نطالب، لن نطرح فكرة الجزية، وكانت في مرحلة. طيب السؤال إنه لن يطرحوها تفضل منهم أم لأنهم هم اجتهدوا اجتهاد جديد في الفكر الإسلامي يجعلهم لا يطالبوا بالجزية؟ يعني هم يعني في قضايا كثيرة جدا يحاولوا إنه يحلوها بالاستهبال. هذه القضايا لن تحل بالاستهبال، بالاستهبال، بالفهلوة. أيوه. المستحيل تحلها بالفهلوة. أنت إذا أردت أن تقيم دولة دينية لابد أن تتطابق مع نصوصك التي تدعي إنك ملتزم بها. طيب هل نصوصك هذه تجعل غير المسلم يدفع الجزية أم لا؟ نعم. طيب السؤال إنه ماذا تفعل في هذه النصوص؟ هل تتجاهلها؟ طيب إذا تجاهلتها ماذا إذا جاء آخرون وقالوا سنطبق هذه النصوص؟ وهذا لن يؤدي إلى انتقاص حقوق غير المسلمين فقط، أيضا حقوق النساء. نعم. يعني الآن هل سلفي يقبل إن المرأة شهادتها تساوي شهادة الرجل؟ طيب إذا لا تسلم بإنه شهادتها مثل شهادة الرجل، هل تسمح لها بالقضاء؟ هل يمكن أن تكون قاضية؟ وإذا لا تسمح لها أن تكون قاضية، هل تسمح لها أن تكون رئيسة الدولة؟ طيب معناها الدولة الدينية، الدولة الإسلامية لابد أن تؤدي إلى انتقاص حقوق المسلمين، لأنها تفرض تأويل معين، فهم معين للإسلام باعتبار هذا هو الإسلام. حضرتك بتجيب لي نموذج من نص، يعني فكرة شهادة امرأتين. ده نص قرآني. طيب. فأنا هنا هختلف مع النص ولا يعني، وأنا عندي قانون وضعي معترف به ومحدش طرح بديل لهذا الآن. ما هو السؤال إنه إذا أنت تريد أن تطبق معايير معينة أو نصوص معينة لابد أن تفهم إنه هذه النصوص كان لديها سياق تاريخي معين، وإذا حاولت أن تفرض هذه النصوص في دولة وطنية حديثة وفي ظروف مغايرة، ظروف مدنية جديدة، المرأة الآن، المرأة في الجاهلية كانت تقبر، لا يحفظ لها حق الحياة. نعم. الآن المرأة هي تتعلم وتتخرج من كلية القانون، تتخرج من كلية القانون، هل يمكن أن تقبل إن شهادتها تكون شهادة نصف مثلا عربجي؟ هي خريجة قانون وشهادتها تكون نصف شهادة عربجي أو بواب مثلا، يعني كمثال، مع احترامنا لهذه المهن، لكن معرفتها وفكرها هو أعلى من كثير من الرجال. ولذلك لا يمكن في الزمن المعاصر تأتي بنصوص كانت تطابق لسياق تاريخي معين وتنفذ هذه النصوص في ظروف مغايرة. مش عايز أدخل مع حضرتك في مسألة النصوص، لأني هرجع أقول ما هو التفسير إذا نسيت واحدة فمجرد نسيان وليس تقييم واحدة قصاد عربجي، المسألة هنا مختلفة، ولكن إذا نسيت واحدة فالأخرى تذكرها. مش شايف إن ده المحك؟ أنا شايف المحك إن حضرتك بتكلمني عن مصادرة على فكرة، وأنا بطرح دائما وجهة النظر الأخرى، يعني أنا مش لا أعبر عن آرائي هنا. ناس جم بتجربة حضرتك بتخوف الناس وبتقول لهم إن إذا حكم الإسلاميون سترون أيام أسوأ من أيام مبارك، فأنت تواجه استبداد بتجربة لسه لم تنضج أو تتضح، فكأن استسلموا للطغاة أفضل من أن تغيروا إلى تجربة أخرى. ربما الناس دي يكون لديها حلم وهم بيتكلموا عن دولة مدنية، فينزلوا يرموا بيضهم وزي ما الشعب اختارهم يستطيع أن يبدلهم. الشعب الذي خرج في ميدان التحرير وفي ميادين عديدة في العالم العربي يستطيع أن يخرج مرة أخرى، ما المانع؟ طبعا إذا كان متاح إنك تبدله هذا هو الأفضل،
لكن بتجربتنا نحن توصلنا لأنه هؤلاء يتعاملوا مع الديمقراطية كسلم، يصعد على السلم ثم يرمي السلم حتى لا يصعد آخر. هم سيعيدوا صياغة مؤسسات الدولة كلها، سيعيدوا صياغة الإعلام وصياغة التعليم وصياغة خويصة النفس حتى ضمائر الناس، يفتش في ضمائر الناس، ولن يتاح لك فرصة أن تصوت ضدهم في مرة حضرتك أخرى. بتتحرك من التاريخ ولا من تجربة السودان؟ أنا أتحرك من كل التجارب القائمة. لم يحدث أن يدعى حاكم القداسة والعصمة والتحدث باسم الله إلا وضيق وجرم الرأي الآخر، ضيق على الحقوق والحريات السياسية والمدنية، صادر حرية تطور الفكر والعلوم، وضيق على الفنون، وصادر حريات النساء، وانتهك حقوق غير أصحاب الدين المحدد الذي تنتمي إليه هذه الدولة. ولذلك يعني لتقريب الفكرة، هل الآن عاقل ما يعتقد إنه النظام السياسي في سويسرا أفضل هو أم النظام السياسي في السعودية أو إيران أو طالبان أو السودان؟ يعني لأي إنسان معاصر الآن إذا خير بين أن يختار أن يعيش في سويسرا، هل يختار أن يعيش في السودان أو إيران أو السعودية أو طالبان؟ لماذا هذا؟ لأنه طبعا في فرق كبير جدا بين الإسلام والمسلم. المسلم بيعتقد أنه دينه لا يحجر عليه أن يأخذ الحكمة من أي المصادر جاءت، فكل حكمة اختبرت في التاريخ الإنساني يمكن أن يتبناها بلا حرج، لأن المسلمين الأوائل أخذوا الدواوين من الفرس وأخذوا العملة من الروم بلا تحرج. لكن الإسلامي يعتقد أن هناك نظام سياسي إسلامي جاهز للتطبيق، يريد أن يطبقه رغم أن هذه مفسدة وفساد. ليس هناك نظام سياسي إسلامي، إما أن تأخذ الديمقراطية في المجتمعات المعاصرة، هناك قيم إسلامية وليس هناك نظام سياسي إسلامي. لأن الإدعاء بأن هناك نظام سياسي إسلامي، هذا جربنا في السودان وانتهى إلى أفسد نظام في تاريخ السودان الحديث، مزق البلد، نهب الموارد، بدد، وانتهى لعزلة السودان وكل ما ذكرناه، وانتهى لأنه المواطنين يشربون القائط. يعني هذه خلاصة التجربة. لكن المسلم لا يتحرج أنه يأخذ النظام الديمقراطي، ولأن هذا اختبرته التجربة الإنسانية وثبت صلاحيته. إذا الإسلامي بيدعي أنه هناك نظام سياسي إسلامي، ما هي أهم قضية في النظام السياسي؟ ممكن حد يجاوبنا على ده؟ يعني أنا معايا الأستاذ خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، عضو الهيئة العليا لحزب الفضيلة. مساء الخير يا أستاذ خالد. أهلا وسهلا أستاذ خيري. أهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أرجو أن تكون سامع حوارنا. والله إحنا سامع الحوار بصعوبة شديدة، بس أصحى دلوقتي أوضح شوية. طيب، أنا معي الأستاذ الكاتب والمفكر السياسي السوداني الحاج وراق، وبيطرح فكرة، بيقول إن مفيش حاجة اسمها نظام سياسي إسلامي، في قيم إسلامية. وإلا كان سؤالك إيه يا أستاذ وراق يا حاج؟ إذا كان هناك نظام سياسي إسلامي، أهم قضية في أي نظام سياسي هي قضية تداول السلطة. نعم. ما هو نظام تبادل السلطة في النظام السياسي الإسلامي؟ طيب، سمعت السؤال يا أستاذ خالد؟ لا والله، أنا سمعت كلام حضرتك إنه بيطرح إنه مفيش حاجة اسمها نظام سياسي إسلامي ولكن قيم إسلامية. وبيسأل إن لو في نظام سياسي إسلامي قول لنا آلية تداول السلطة فيه. طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أرحب بحضرتك وبالأستاذ وراق، ويعني أحيي السادة المشاهدين. أنا يعني أبدأ الموضوع من أوله قبل تداول السلطة في النظام السياسي الإسلامي. أنا أقول أن كثير من يتكلمون عن النظام السياسي الإسلامي أو القيم الإسلامية، في الحقيقة هم لم يدرسوها، هم درسوا شبهات المستشرقين طارة والمستغربين طارة، ثم بدأوا يطرحون علينا أطروحاتهم العجيبة. أنا سامع الأستاذ بيتكلم أن المواطن المعاصر إذا خير أن يعيش في سويسرا مثلا، يعيش في سويسرا ولا يعيش في السودان وإيران أو غيرها. هذا يعني تماما، هذا الطرح تحديدا هو لب المشكلة. القوم منبطحون على أعتاد الغرب، وأنا أقول أن المواطن العربي أو المواطن المسلم
لو خير قديما بين ان يعيش في الاندلس او يعيش في فرنسا او انجلترا، وبل لو خير المواطن الاوروبي كما هو ثابت وموجود في الوثائق في متحف اللوفر، كيف ان الاثرياء والنبلاء كانوا يرسلون ابنائهم ليتعلموا الاداب والاخلاق والفنون والعلوم، بل ويتداووا في المستشفيات العربيه والاسلاميه. هذا هو التاريخ، والمواطن المعاصر ايامها لو خير ان يعيش في بلاد العرب والمسلمين او يعيش على الاشجار كالقروض في اوروبا لاختار ان يعيش في بلاد العرب والمسلمين. هذه هي المعاصره يا سيدي. اما معاصره الانبطاح في الواقع السيء الذي نعيشه تحت الذي عشناه والذي كان ينتج حكم العلمانيين والفترات العلمانيه البائسه واللادينيه البائسه، هو هذا النتاج الذي نعيش فيه اليوم الذي يجعل الاستاذ وراخ واقرانه واضرابه ومن يلفون لفهم يريدون ان يعيشوا في سويسرا ويتركوا بلادنا، لان بلادنا نتيجه الحكم العلماني الذي اورثه لنا الاستعمار. النظام السياسي الاسلامي هو اعظم نظام سياسي مدني شهده العالم وشهده التاريخ وشهدته الحضارات البشريه. لان الاسلام مدني بطبعه، لمن لا يعرفون الاسلام ولمن لم يدرسوا الفقه السياسي الاسلامي والموسوعات السياسيه الضخمه التي تنوء بها المكتبات في الفقه الاسلامي الذي تم تعطيله منذ سقوط الخلافه الاسلاميه. ان ابأس فترات الخلافه اللي كانت في اخر 100 سنه او 200 سنه في العهد العثماني هي احسن 100 مره من ال 100 سنه الاخيره التي عاشتها الامه العربيه والاسلاميه تحت حكم العلمانيين. النظام السياسي الاسلامي، الاسلام مدني بطبعه لانه تشريعي وليس كالديانه المسيحيه التي سادت في العهود الصليبيه في اوروبا التي هي ديانه غير تشريعيه بطبيعتها. فكونها غير تشريعيه لذلك لم تكن مدنيه، ولذلك حكمها رجال الدين بالراي المعصوم والراي السماوي المعصوم، فكان الحكم الثيقراطي. هذا الحكم الثيقراطي يعني حكم رجال الدين لم تشهده امتنا قط، بل ان الائمه والخلفاء والملوك الذين كانوا علماء في العهد الاسلامي كانوا اربعه خلفاء رضي الله عنهم الراشدين، ثم عمر بن عبد العزيز، وبعد ذلك كانوا حكام مدنيين او عسكريين غلبوا بالسيف او انتقتهم الامه. اما اليه تداول السلطه، يظن الاستاذ الوراق وغيره كما قرأوا للمستشرقين انه لا تداول للسلطه وان الحكم مدى الحياه، وهذه خدعه علمانيه شهيره. الحكم للحاكم المسلم يكون يدوم ما دام صالحا، فاذا فسد الحاكم المسلم عزل وان لم ينعزل. ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه صدر قرار من واحد من عموم المسلمين بعزله امام جموع المسلمين بعد خمس دقائق فقط من توليه الحكم والخلافه رضي الله عنه. قام رجل من المسلمين يقول له لا سمع لك ولا طاعه، انت لابس متر قماش زياده عننا. هذه هي اليه تداول السلطه لمن اراد ان يعرفها. ان خليفه رسول الله ابي بكر الصديق رضي الله عنه، ابا بكر الصديق رضي الله عنه، تم انتخابه من اهل الحل والعقد ثم بايعته الامه، ثم اوصى بها لعمر وصيه لا فرضا، ثم انتخب عمر جموع المسلمين بناء على وصيه ابو بكر، وصيه ابي بكر رضي الله عنه، ثم عهد عمر رضي الله عنه الى لجنه سداسيه فيها ابنه لكنه لا يملك لكي لا يكون وراثه وملكا ويكون راي استشاري، وصار انتخاب حر كالانتخاب الحديث اخذ فيها عبد الرحمن بن عوف. تسمعني يا استاذ خيري؟ سامعك. اخذ فيها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انتخاب جموع الجماهير وجموع الامه حتى اخذ راي ومشوره العباره في خضورهم، وهذا في تاريخنا واقرؤوه. طيب ده التاريخ. ومشورة العبارة في خضورهن فاختاروا عثمان وكانوا لا يعدلون به احدا. استاذ خالد، هو عثمان رضي الله عنه انتخب عليه مره اخرى من اهل الحل والعقد، هذه هي اليه تداول السلطه. حضرتك بتكلمنا عن الخلفاء الراشدين يا استاذ خالد، الحاج وراق بيتكلم عن الواقع الجديد للاسلاميين في الحكم. يعني هو بيحكي عن تجربه السودان كنموذج، بيضرب نموذج بايران. انت على السودان. نعم. إيران ولا السودان فقط؟ بيتكلم عن السودان كتجربة، عن إيران، عن طالبان. طيب أما بالنسبة لحضرتك دي ثلاث تجارب، أنا يعني يعجبني جدا الخلط الذي التخليط الذي يعني ينطبق عليه المثل المصري الظريف سمك لبن تمر هندي، إيران السودان طالبان. هذا كلام يعني لا ينبغي أن يقوله بحث تجريبي، لا يعني عيب نقوله في على محك البحث التجريبي والنظر العلمي الصحيح. نحن نقول ان كل تجربه لها خصوصياتها الشديده جدا. طب ولماذا لم يتكلم عن نهدير محمد في اندونيسيا وعن رجب طيب اردوغان؟ ارجع اقول له ان السودان شعب. هو انت بتشوف ان دي تجربه اسلاميه في الحكم في تركيا او ماليزيا؟ اقول لحضرتك تجربه اسلاميه في الحكم. السودان الشعب فيها متدين، لكن انا لم القى في حياتي
من يعني في حياتي لم ألقى شعبا ومن الشعوب العربية والإسلامية في وعي الشباب الفلسطيني والسوداني سياسيا وتاريخيا، خاصة في السياسة والتاريخ. جميع الشعب السوداني يعرف أن هذه كانت ملحة، وأن النميري لما تكلم عن الحدود وتكلم عن الشريعة كان بقرار ودفع أمريكي، وهذا يعرفه القاسي والداني. وأما نظام البشير الذي ادعى الحكم بالشريعة، فالرجل قام بنصف تطبيق وكان خلف حركة زي الترابي أو فكر واحد زي الدكتور الترابي، وهو رجل له احترامه والجميع لهم احترامهم ومقارتهم، وكان معروف للجميع. أنا سألت واحد من السودانيين، إخوانا السودانيين، اسمه عصام من أنصار السنة، من حوالي يمكن 16 سنة، قلت له ما رأيك في نظام البشير يحكم بالشريعة؟ قال يا أخي ما يحكم بالشريعة هذا كله يعني عدث، إنما الرجل يحارب من الجميع لمجرد تمسكه بالشريعة، فلا نملك إلا الوقوف خلفه. هذا كلام السودانيين الواعيين، الشعب السوداني شاب سوداني واعي. أما إيران هذا حكم فيقراطي زي حكم الكنسي، لأن الولي الفقيه له عصمة وله معصومية وهو نائب عن الإمام وكذا، وهذا كلام طرح فاسد مبتدع غالي موجود في الأمة الإسلامية، نحن نرفضه والأمة الإسلامية ترفضه. طيب أستاذ خالد، نعم أستاذ خالد، الحاج وراق عايز يتكلم معاك. مين؟ الحاج وراق. أنا طبعا يعني الأخ هو الحاج وراق هيبقى عايز يطرح عليك حاجة. أيوه. طبعا الأفكار والمشاعر اللي عبر عنها الأخ هي مشاعر عامة وشائعة، وكل هؤلاء ينطلق من نوايا طيبة، لكن الطريق إلى جهنم معبد بالنوايا الطيبة. ليس القضية أن تكون نواياك فقط طيبة، لا بد أن تعرف كيف تحقق هذه النوايا الطيبة. كثير جدا من الشباب انتموا للجماعات الإسلامية وهم يريدون مجتمع فاضل ومجتمع قائم على الطهر والاستقامة وإلى آخره، لكن النظام السياسي الذي طبقوه والذي لا يمكن إلا أن يطبقوه في الآخر هو نظام لا يقوم على التعددية الحزبية، ولا يقوم على استقلال القضاء، ولا يقوم على حرية التعبير، وبالتالي ينتهي إلى فساد أكثر من الفساد الذي قاموا ضده. وهذا ليس متعلق بالحاج وراق كمنبطح للغرب أو خلافه، كل الإسلاميين عندما صودرت حرياتهم ولوحقوا في مجتمعاتهم لجوا إلى الغرب. غالبية الإسلاميين عندما تم طردهم من مجتمعاتهم لجوا إلى الغرب، ولذلك هذا ليس شيء متعلق بك شخص، إنما واقع موضوع الآن لا يمكن المقارنة بين الحريات المتاحة لأي شخص بما في ذلك المسلمين في سويسرا والحريات المتاحة للمسلم في أي بلد إسلامي، لأنه هذه النظم نظم طغيانية واستبدادية، خصوصا نظم مثل السودان وإيران والسعودية وأفغانستان. هذه نظم تحت طالبان، نظم طغيانية. طيب الأخ تحدث عن الخلفاء الراشدين، قال إنه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أوصى لسيدنا عمر، هذا طريقة لتداول السلطة، الوصية ولم يفرض. نعم، لا وصية، هذه أحد آليات تداول السلطة. هل يعتقد الآن إننا يمكن أن نتداول السلطة بأن يوصي الحاكم للحاكم الذي يليه؟ طيب هذا طيب. سؤال سيدنا عمر حدد كلية من 6 أشخاص إنها تنتخب الحاكم، هل الآن يمكن أن نسلم أمر لأن 6 أشخاص ينتخبوا حاكمنا؟ هل نعم. هذا ممكن؟ طيب وإذا هناك وصية سيدنا أبو بكر رضي الله عنه انتخب أو شورى وسموها فلتة في سقيفة بني ساعدة، سموها فلتة، جاء من السقيفة اجتماع خرج بسيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر أوصى لسيدنا عمر، سيدنا عمر حدث 6، سيدنا عثمان قامت عليه ثورة وجاء بعده وقتلته، وجاء بعده سيدنا علي رضي الله عنه. هذه 4 أشكال لتداول السلطة. طيب إذا لديك نظرية سياسية لا تحدد شكل تداول السلطة، هل يمكن أن ندعي أن هناك نظرية سياسية؟ ما هو أهم قضية في السياسة هي قضية تداول السلطة. نعم. وليس هناك آلية محددة لتداول السلطة. هل هذا عيب في الإسلام؟ لا،
لأن الإسلام يحدد قيم عامة، قيم الكرامة، الحرية، العدالة. تحقيق هذه القيم مشروط بالتاريخ، كل ناس بحسب عصرهم. زمان في المدينة سكان المدينة 1000 شخص يمكن أن يجلسوا تحت شجرة سقيفة بني ساعدة وينتخبوا حاكمهم، لكن الآن في مصر في 80 مليون لا يمكن أن يجلسوا تحت شجرة حتى ينتخبوا حاكمهم، كما لا يمكن أن تسافر الآن بالإبل، لا يمكن الآن أن تنتخب الحاكم من 6 أشخاص أو من اجتماع في شجرة، لأن العصر تغير، العصر تغير. بس وده منهج شورى في النهاية حتى هو. إذن هناك قيمة عامة، قيمة عامة. الـ 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 الإسلام والقرآن هو للهداية، يحدد قيم أخلاقية عامة. العقل البشري بتقدمه في كل عصر يبتدع النظام السياسي الجدير بتحقيق هذه القيم، ولذلك يمكن أن نزعم الآن إن هذه القيم لا يمكن تحقيقها إلا في ظل نظام ديمقراطي مدني. ولذلك الآن التجربة السويسرية هي أقرب للقيم الأخلاقية من النظم طيب. السودانية والطالبانية والإيرانية وإلى آخره. طب كده واضح. احنا معانا كمان، معانا أستاذ خالد مش كده؟ نعم. طيب أنا بستأذنك بس، معايا كمان الأستاذ عمرو زكي الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة، عضو مجلس الشعب. مساء الخير أستاذ عمرو. انا بس الاستاذ هاتف يا ريت تعطيني فرصه اتكلم لو ارد، وان كان طبعا الاستاذ وضح وسع كتير في الكلام. طيب ارحب بس بالاستاذ عمرو. يا استاذ خالد مساء الخير. يا استاذ عمرو النور ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم. حضرتك متابعنا سامع الحوار؟ متابعكم من 5 دقائق. طيب انا هيهمني جدا راي حضرتك في بعض الاشياء اللي سمعتها في الجزء الاخير من الحاج وراق الكاتب والمفكر السوداني عن فكره اي شكل لتداول السلطه، ان بعد الرسول عليه الصلاه والسلام حصلت اشكال مختلفه بالوصايا او تشكيل لجنه للاختيار او بالانقلاب او الثوره على سيدنا عثمان، اشكال مختلفه. من اي الاشكال يمكن ان نتفق؟ هل يمكن اي شكل من هذه الاشكال يصبح مناسبا؟ هو يتحدث عن قيم إسلامية ولا يتحدث عن نظام سياسي إسلامي؟ الأول أنا مبسوط قوي إن أنت سايب كل المعارك الأخرى، يعني سواء كان الجماعات التأسيسية أو المرشح بتاع الإخوان. خلينا نغير، خلي الناس توسع مداركها. احنا بنتكلم على جديد في برنامجك، حاجه كويسه والله. لان الخطوات كلها هتؤدي الى ايه دلوقتي يا استاذ عمرو؟ احنا رايحين لحكم اسلامي. ما شاء الله عليك، انا مبسوط جدا. احنا بعدي بقى الخناقه اللي حاصله دي دلوقتي ورايح للحكم. طيب بص يا سيدي، قول لي. طبعا انا برحب بالاستاذ وراق وادعو الساده المشاهدين شويه ان هم يركزوا معايا 2 3 دقائق. اتفضل. يعني عايز اقول الاول ان احنا في بعض المفاهيم الاسلاميه المجتمع المصري غاب عنها كثيرا، لان ما كانش فيه الابواب سواء كانت العلميه او الاعلاميه اللي هي بتوضح للناس هذه المعاني، وهذه المعاني بسيطه وهي جزء من اسلامنا، لكنها للاسف ما كانتش موجوده، لان كان يعني النظم الحاكمه بتحرص على اخراج الاسلام بشكل معين على غير شكله الصحيح او الشكل المطلوب ان يظهر به. هنا بقى في نقطه نقولها ببساطه شديده، بتهيألي استاذ وراق حضرتك لا تختلف معايا ان ربنا لما قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وفي ايه اخرى في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ان هذا المنهج الاسلامي منهج شامل فيه السياسه وفيه الاقتصاد وفيه الاجتماع وفيه الاعلام والتعليم وغير ذلك من مجالات الحياه المتعدده. من هنا بقول يعني الساده المشاهدين ان المنهج الاسلامي اللي احنا بنقول ان دي مرجعيتنا احنا كاحزاب سياسيه، بتقول ان انا ليا مرجعيه اسلاميه، بتتبنى اول ما تتبنى شمول هذا المنهج لجوانب الحياه جميعها. يعني احنا بنقول ان الاسلام بيقدم مشروع حضاري يصلح لكل زمان ومكان، هذا المشروع اراد ربنا ان يجعل فيه، دي النقطه الثانيه بقى المهمه قوي قوي، انه يجعل فيه مجموعة من القيم زي ما بيقول الأستاذ وراق. فعلا صحيح، هذه القيم مرنة. وكمان برضو يا أستاذ وراق أنت تعلم، ويعني طبعا كل السادة المشاهدين يعلموا، إن المنهج الإسلامي زي ما فيه قيم مرنة قد تتغير من زمان لمكان، كمان فيه قيم ثابتة. هذه القيم الثابتة منها مثلا إيه؟ لما نيجي نسمع في القرآن قوله تعالى وأن يحكم بينهم
الكلام ده موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد لأمته، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وفي آخر الآية: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هنا في نقطة مهمة، أن فعلا المنهج الإسلامي في قيم مرنة تصلح لكل زمان ومكان، كما فيه ثوابت ملزمة لأن فيها نصوص. هنا بقى ناخد نقول إيه بقى في التطبيق، نقول يا جماعة أيوة صح، لما جه يختاروا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم خليفة للمسلمين اختاروا الطريقة، وبعدين اتغيرت مع عمر وتغيرت مع عثمان. هذه الأمور هي عبارة عن تغير يتوافق مع الوضع، لأن في مرونة في اتخاذ القرار. يعني النهاردة احنا في مصر عايزين نختار رئيس جمهورية بالانتخاب الحر اللي هو بالطريقة اللي احنا بننتخب بها، وهذا الانتخاب الحر من خلال مجموعة من الآليات اللي هي اللجان الفرعية واللجنة الرئيسية. كل ده نظام الإسلام سمح أن يوضع هذا النظام بما لا يختلف مع أصول وقواعد الشريعة الإسلامية، وبالتالي نحن نصنع لدنيانا ما يناسبنا. هذا ليس كل الإسلام، الإسلام في جوانب أيضا تنضبط وملزمة. هذه الجوانب زي ما ضربت مثال أنه لابد أن يكون الحكم من خلال شريعة الإسلام. عايز أقول هنا أن ما فيش مساحات كبيرة في الاختلاف مع الزرات في الخمس دقائق اللي أنا سمعتهم. طيب قبل الخمس دقائق، طالما ما فيش اختلاف، مثلا الأستاذ وراء بيتكلم عن شهادة المرأة، بيقولك هل هتطرح فكرة ان شهادة المرأة بنصف رجل فلابد امرأتان امام الرجل؟ هتتعامل معاها ازاي اذا كان فيها نص؟ اذا كان فيها نص انا التزم بالنص. هو الأستاذ وراك معترض على كده ولا شايف ان دي من ضمن المرونة والقيم التي تتغير مع الزمان والمكان؟ بيقول لك ازاي عندك شهاده. الاستاذ وراق يكلمني بقى يعني عشان نقدر لا ما انا بطرح عليك اللي اتطرح في الجزء اللي ما سمعتوش. عند امراه خريجه حقوق ودرس قانون وعربجي، هل هتتعامل معاها لانها نصف شهاده؟ برضو يعلم الاستاذ وراق ان الشاهد له مواصفات سواء كان رجل او امراه. يعني اذا ثبت انه ليس عدلا فلا يكون شاهدا، وبالتالي موضوع ان هو عربجي ولكنه عدلا يعني يقبله. عربجي ليس عدلا لن نقبله. يعني في مواصفات للشاهد سواء كان امراه او رجل. ايه تاني قاله الاستاذ وراق؟ اتفضل استاذ وراق. طبعا من الخرافات الشائعه جدا وتروج الجماعات الاسلاميه انه الاسلام شامل لكل شيء. طبعا انت ممكن تقول انه القيم الاسلاميه هي تنطبق على كل اوجه الحياه. يعني انت كعالم اثناء ممارستك للعلم يجب أن تكون نزيه وأمين وصادق، هذه قيم عامة. لكن من الخطأ جدا أن تتصور أنك تدخل في النشاط العلمي كإسلامي تريد أن تؤسلم العلم أو تؤسلم الاقتصاد أو تؤسلم السياسة وتؤسلم الفنون، لأن هذه المجالات المتميزة لها قوانين متميزة. في العلم هناك خطأ وصواب وليس حلال وحرام، وفي الفنون هناك حسن وقبيح وليس حلال وحرام. الحلال والحرام هذا الديني ينطبق على القضايا الدينية وليس القضايا الأخرى. ولذلك الفقهاء القدامى كانوا يتحدثوا هناك منطقة خل من التشريع اسمها العفو. خل من التشريع، ليس هناك تشريعات لكل شيء في الحياة. يعني الآن أنا إذا أريد أن أعرف قانون الحركة هل أفتح القرآن عشان أعرف قوانين الحركة إنه الشمال يفتح لليمين وإلى آخره؟ بس انت هذا تبسيط للقضايا يا أستاذ وراق. ثم يا أستاذ عمرو وبعدين هسمعك. أيوة لا أنا قصدي أنا أكمل 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 أنا مش عايز ماشي أنا ما مش قاطعتك أنا مش قاطعتك أنا مش قاطعتك خليه يكمل يا أستاذ عمرو خليه يكمل وحاسمع حضرتك. أولا ليس هناك تشريعات شاملة لكل أوجه الحياة، وإذا افترضنا أن هناك تشريعات شاملة لكل أوجه الحياة، الوقائع لا نهائية والنصوص متناهية. يعني الوقائع في الحياة هي متجددة ولا نهائية، لكن إذا اعتبرنا أن النصوص تتطابق مع هذه الوقائع اللانهائية، النصوص يفهموها البشر. ما حدش بيقول كده يا تزرع. النصوص يفهموها البشر، والبشر يختلفوا في فهمهم للنصوص بحسب عصرهم، بحسب مصالحهم، بحسب أمزجة ومعارف. أرجو كمان أن الأستاذ خالد سعيد يكون سمعنا.
انا حريص على ان يكون الحوار ثلاثي. بس مش هينفع اقعد اسمع ساعه على التليفون وبتفتح 100 قضيه، 100 قضيه بتتفتح ولازم يترد عليها، مش هينفع كده. لا ما لازم ترد عليها طبعا، وهديك الفرصه حالا. انا مش هينفع ارد عليها ازاي؟ انا في راكب عربيه وحضرتك، انا بسمع 100 قضيه بتتفتح ارد عليها ازاي؟ اديني فرصه قضيه بقضيه او عده قضيه. حاضر الاستاذ ورائي خلص الجزء ده. انا دقيقه واحده بالظبط. مش قاطعتك يا فندم، بيتكلم مرتين ولا ثلاثه وبعدين اتكلم. انا اقول ايه؟ انا مش قاطعتك. انا اتكلم بعد اذنكم. حالا هتتكلم يا استاذ خالد. طيب حتى واذا اعتبرنا ان هناك نصوص تتناول كل الوقائع، حتى ولو اعتبرنا ذلك، فهم البشر للنصوص يختلف بحسب اختلاف عصرهم ومصالح ومعارف وامزجتهم. والدليل على ذلك رغم وجود النصوص، الصحابة رضوان الله عليهم اقتتلوا حول الحكم. رغم ان النصوص واحدة، الصحابة أنفسهم اقتتلوا حول قضايا سياسية. لماذا؟ لأن فهمهم للنصوص الإلهية كان مختلف. الكارثة إنه الجماعات الإسلامية تعتقد إنه فهمها للنصوص الدينية هو الفهم الوحيد الممكن، والآخرين إما ضالين أو يعبرون عن الشيطان أو عن المنافقين، ولذلك هم في النهاية يصادروا حق الاختلاف، إنه رأيهم هو رأي الإسلام ومواقفهم هي مواقف الإسلام. لذلك هذا التفكير هو يقود بالضرورة إلى مصادرة الاختلاف ومصادرة الرأي الآخر. وعشان كده في كل التاريخ الإسلامي، كل ما ادعت السلطة القداسة والتحدث باسم الله، جرمت المفكرين وجرمت الكتاب وأحرقت الكتب وجلدت الفقهاء وإلى آخر المعروف. طب احنا عندنا الأمر مختلف، معانا طيارين، معانا الإخوان ومعانا التيار السلفي وبنسمع ده حوار. لسه هم لم يركبوا. لا هم راكبين. استاذ خالد سعيد. رغم ان كلامه فيه خطا كبير يعني. طيب نتكلم. استاذ خالد. ايوه استاذ خالد اتفضل معاك. انتوا راكبين، انتوا بداتوا بالفعل. نستطيع ان ننظر الى التجربه يعني. بص يا استاذ خالد، اولا انا بس اسجل اعتراضي الشديد جدا على منهجيه الحلقه بالشكل ده. انا على التليفون بقالي ساعه والاستاذ وباك بيفتح 100 احنا ما بداناش بقالنا ساعه، ده احنا مكملين نص ساعه يعني. بيفتح قضيه مبدئيه، قضيه قيميه، ونتكلم في قضيه تاصيليه، الاقيه بيفرع، ولما يجي يتكلم يرد على التفريع يرجع للقيم، هذا لا يصلح. قضيه كلامه على مساله النظم السياسيه وادعاءه ان الاسلام ليس فيه نظام سياسي، اقول له هذا مبلغ علمك. انا لما طرحت اصلا ما يقوليش انت عندك نظام تبادل السلطه ولا لا، فاطرح له عده نظم لتبادل السلطه في الصدر الاول للاسلام، ولم اطرح بعد كل تاريخ الاسلام، فيبدا يمسك لي في تفاصيل، معلش انا اسف في اللفظ، ما يصحش نقول هذا اللفظ، تفاصيل تافهه، ويقول لي هننجيب سته والشعب المصري 85 مليون، ماذا عن الالتباس؟ يا استاذ وراك احترم المشاهدين، مش ضروري تحترمنا احنا، احترم الساده المشاهدين اللي بيسمعوك. انا بقول ان انا عندي لجنه استشاريه يا سيدي، عشان انت لازم نعمل لك مصطلح يناسب سويسرا. لجنه استشاريه من ست افراد عند سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر الصديق كانت اهل الحل والعقد، يعني رؤوس الناس، يعني رؤساء الاحزاب ورؤساء والقبائل ومحافظين المدن. لازم انا اجيبها لحضرتك السياق ده علشان حضرتك تقدر تستوعبها، لانكم لا تستطيعون ان تتناولوا الدواء الا اذا كان بعنوان غربي. لازم الاسم التجاري لازم نحطه عليه عشان يبقى اسم امريكاني او سويسري فتعرف تبلع الدواء. هذا اسلوب لا يصلح يا استاذ وبخ في النقاش العلمي. فلتترك له اسلوب يا استاذ خالد يعبر كيفما شاء وعبر زي ما انت عايز. اعطوني الفرصه. اعطوني الفرصه. ما انا بديك الفرصه بس لا داعي للخطا يعني. انا ما اخطاتش يا استاذ خالد. اقبل افكاره واعترض عليها يعني، اسمها واعترض عليها. اتفضل. انا لا اعتبر هذا خطا، سامحني. اقول يا اخي الكريم انه لما نقول ان النظام الاسلامي يطرح نظريه التدافع اللي هي في العلوم السياسيه، لو الاستاذ وباك درس علوم سياسيه هيعرف ان العلوم السياسيه تقوم على نظريه بين اطراف القوى طرحها القوى. التليفون بيقطع يا استاذ خالد. لا احنا ما سمعناش كل اللي فات يا استاذ خالد. القران طرح نظريه الصراع، طرح نظريه الصراع اللي تقوم عليها العلوم السياسيه اذا كنا قرانا العلوم السياسيه، وطرح موازين القوى واطراف القوى، هي دي نظريه سياسيه، طرح تداول السلطه وعزل الائمه وتوليه الائمه، وطرح صور متعدده مش لعدم وجود نظريه سياسيه اسلاميه، ان وجود نظريه سياسيه اسلاميه راسخه. هذه النظريه الراسخه ترتبت عليها اثارها من الصور المتعدده لتوليه الائمه او عزلهم، بل طرح ايضا صوره الثوره والخروج على حكام الجور والسوء.
يبقى دي مش نظريه سياسيه ازاي؟ لما يطرح الاسلام الحرب والسلم ويطرح ادابها واخلاقها والمعاهدات وهذه الاشياء كلها، كيف نزعم انه ليس هناك نظريه سياسيه؟ نبئوني بالله عليكم ما هي النظريه السياسيه اذا كنا نستطيع ان نعرف النظام السياسي او النظريه السياسيه حتى بمقياس العلوم الحديثه، وانا لا ادرس علوم سياسيه ولا ابحاث سياسيه. فلنتحدث اذا بلغه السياسه اذا كنا نريد ان نتكلم كلاما متزنا، لا نريد ان نلقي الكلام على عوينه يمنه ونصره ويسره. هذا الكلام الذي يعني يقال لا ينبغي ان يقال لمن هو يعني على علم ودرايه سواء بالعلوم السياسيه الحديثه او بالعلوم التاصيليه. هذه نظره للسياسيه للنظريه السياسيه اللي سمعنا طرحتها، بل طرحت ايضا علاقه الاقتصاد بالسياسه، وهذا موجود في النظريه السياسيه الاسلاميه. ما يقوليش القران او الاسلام ما قاليش كيف تعرف اليمين من الشمال اللي هو بيتكلم في الفيزياء، نحن لم نزعم ان القران كتاب فيزياء. انما العلماء الذين تربوا على هذا القران والذي فجر فيهم طاقات العلم والعلم التجريبي الذي قال لهم قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق، فكان منهم علماء الدنيا الذين اسسوا الحضاره التي قامت عليها الحضارات الحديثه. هذا الذي ينبغي ان يقال، لا ان نفتت المواضيع وناتي بكلمه من الشرق ومن الغرب ونفهم منها موضوع. اوكي يا استاذ خالد انا بشكرك جدا. استاذ عمرو. ايوه يا سيدي. اتفضل سيدي. دلوقتي يا استاذ براك انا يعني عايز تديني رد يعني واضح سريع. هو معنى الايه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا ليه كده تبيانا لكل شيء؟ وضح لنا كده. طيب اذا انت عايز تسمع وجهه نظري كلها احسن تسمعها. انا بس استاذنك انا زي ما انا انت خدت وقت يعني طويل انا عايز رد يعني ما سريع ما ت... لا لا حاجة ممكن تتكلم نص ساعه وفي الاخر تطلع الموضوع. لا ما هو انا لازم اطلع فاصل اصلا طيب انا خليني بقى اخلص اللي عندي عشان حضرتك تقدر انك انت ايه طيب يعني تجاوب. طب قول اللي عندك وهنكمل هسمع الرد بعديها. اتفضل. طيب بص يا استاذ خالد دلوقتي شمول الاسلام زي ما انت قلت حضرتك شمول الاسلام ده يعني لابد ان يؤمن به كل مسلم، وبالتالي حضرتك راجع نفسك في المعنى اللي انت قلته. اللي انت قلته حضرتك في حته لازم نوافق عليها صحيحه، ان هو في امور قال عليها النبي عليه الصلاه والسلام انتم اعلم بامور دنياكم. انا بعمل نظام المرور في بريطانيا غير اللي بعمله في نفس اللي في نفس الزمن في مصر غير اللي بعمله ايام الاندلس من 7 قرون. يعني ده طبيعي، ده شيء طبيعي. الاسلام جعل هناك امور فيها مرونه، وانا شايف ان حضرتك في الدقائق اللي انا سمعتك فيها بتركز قوي انك انت عايز تظهر منهج الاسلام للناس انه منهج لوز، يعني 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 مش يعني منهج فيه قيم، وهذه القيم تصلح صحيح لكل زمان ومكان وبتتغير مع الزمان والمكان مفيش مانع، لكن مفيش ثوابت. فلا انت تعرف جيدا ان منهج الاسلام ما بين الثبات والمرونه، وان هذا الثبات له احكامه الشرعيه القطعيه. بس الكلام كان اكثر عن منهج الاسلاميين في الحكم وليس الاسلام. ما لذلك يا استاذ خيري انا لما يعرض الاستاذ وراق او اللي زيه الناس بتبقى بتاخد انطباع ان الاسلام يعني ايه، يعني هي مجموعه من القيم متجمعه ممكن استخدامها بشكل معين تتغير من كل زمان وكان. صحيح فعلا في قيم في الاسلام، وزي ما انا بقول كده قانون المرور يتغير من زمان ومكان، كل في اختلاف، وهو النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا الباب والمنهج ده فتح لنا الباب ان ناخذ من يعني في كل زمان ومكان ما يصلح لنا في اطار مجموعه من الثوابت ايضا. يعني هل ينفع ان يكون في عندنا قانون مرور ولا تمام يكون العدل اساسا؟ ده واضح، الجزء ده واضح تماما. وبالتالي انا بطلب من الاستاذ يعني وراق لما يتكلم عشان الناس ما تفهمش غلط، المنهج ده فعلا فيه ثوابت، يعني لابد ان يكون في حكم بالشريعه وتنضبط المجتمعات على احكام الشريعه. طب الحديث عن اخطاء التطبيق عن النص قدسيه النص وقدسيه. انا بتكلم مع الاستاذ وراق اللي هو عنده الام التطبيق. نعم آلام التطبيق دي احنا ناس عاقلين عايزين ايه؟ انا ما بقاش طالع من مجتمعي عندي آلام ومواجع واجي اتكلم بيها في كل مكان وزمان، زي ما بيقول كده الاستاذ وراق ان القيم الاسلاميه المرنه التي تصلح لكل يعني بتختلف من كل زمان ومكان، قد يكون السودان يختلف عن مصر. وبالتالي لابد ان نعلم ان التطبيق هنا وهنا فيه اختلاف. الامام الشافعي انتقل من العراق الى مصر فتغيرت فتواه. لم يتغير احكام المنهج الاسلامي لكن تغيرت فتوى الامام الشافعي. طب بس هو اتكلم عن الصحابه في فكره تفسير النص، فهم النص هنا بيختلف من شخص الى شخص ومن جهه ومن بلد الى بلد. الحكم هنا هيبقى باني تفسير اني تفسير سيعتمد؟ عشان برضو الناس ما نتعبهاش، الحكم لا يتغير والفتوى تتغير. نعم الحكم ويعلم الجميع الاساتذه الاصول يعني كل الناس تعرف اللي بقوله. الحكم لا يتغير، يعني تطبيق الشريعه زي ما انا قلت في الايه الكريمه وان احكم بينهم بما انزل الله لا يتغير.
لا تغير من زمان لمكان. لكن سيدنا عمر لما الناس جاعت في عام المجاعة أوقف تطبيق بعض أحكام الشريعة زي حد الرد. لأن في زمان وفي مكان لظرف معين، وبالتالي لما نيجي نفهم الناس بلوم إيه؟ أيوة لابد من تطبيق هذه الشريعة السمحة التي فيها الرحمة للناس، التي فيها نوع من أنواع يعني مرور الناس من الدنيا إلى الآخرة إن شاء الله إلى الجنة. لكن إلا أن يكون الأمر بالنسبة للناس مجموعة من القيم المرنة اللي بتتغير فقط، أن يكون هذا هو المنهج الإسلام. لا، الحتة اللي أنا معترض عليها وبقول للناس والمشاهدين خاصة اللي يهموني، يا جماعة الإسلام منهج شامل. ولا يستطيع الأستاذ وراء أنه هو يجيب لي معنى في الآيتين في قوله تعالى أنا قلتهم ما فرطنا، ربنا يقول كده ما فرطنا في الكتاب من شيء. أنا جا أقول له لا يا رب أنت فرطت فما فيش حتة عندك، ولا بفهم غلط فأقول إيه؟ أقول أصل الجزء المرن اللي هو بيختلف ده مش منهج الإسلام. لا، ده منهج الإسلام هو الذي أعطانا الحق أن يكون جزء من منهجه، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كده، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم في إطار ثوابت الإسلام. تمام. وبالتالي يا أستاذ خيري لو سمحت، إحنا في المرحلة دي مش عايزين الناس تشك، ما حد يشكك الناس في منهج الإسلام، لكن عايزين حد يعرضه. لا، هو ما بيشككش في منهج الإسلام، هو بيشكك في منهج الإسلاميين. نص دقيقة، إحنا عايزين الفترة القادمة دي بعد ما غاب شرح منهج الإسلام عن الناس، يعني بعشرات السنين يا أخي من أيام عبد الناصر لغاية النهاردة، شرح المنهج الكريم ده غاب عن الناس، لأن كان في مصالح من وراء هذا الغياب. نحن نريد أن نأتي بأناس يشرحوا هذا المنهج ببساطة دون أن يكون عندكم فرصة بالممارسة يا أستاذ عمرو. أنا بس ما خلصتش فيها واحدة. طب حاضر يا فندم. دون أن يكون هناك قمعي. عندهم آلام السودان ولا آلام أفغانستان، أنا مش عايز واحد متعور يجي يتكلم عن الإسلام، أنا عايز واحد سليم يتكلم عن الإسلام. وبالتالي بعد إذن حضرتك هذا المنهج العظيم الذي لا يدانيه منهج آخر، فيه من الثبات وفيه من المرونة، ودي حكمة المنهج وده حكمة تشريع ربنا. وبالتالي احنا بنقول هذا المنهج لا قلق منه. نحن في مصر الآن، مصر فيها العلماء الذين يعني يكفون، فيها الأزهر الذي هو المرجعية الدينية. لسنا نحن يا أستاذ وراق، لا الإخوان ولا السلفية مرجعية الإسلام في مصر، مرجعية الإسلام الأزهر الشريف. ونحن نعلم أن علماء الأزهر يعلمون من الإسلام تمام. أكثر مما يعلم الكثير، وهم لا يضعون لمواقعهم السياسية في بلادهم أو في التجارب التي مروا بها أي أثر، لأنهم يقدمون الإسلام الصحيح البسيط. شكرا. الذي يقدم للناس على أنه فعلا حل لمشكلات البشرية في كل زمن ومكان. شكرا أستاذ عمرو زكي الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة عضو مجلس الشعب، وهتجربه وهنشوف. هطلع فاصل وارجع أسمع الحاج وراق تعليقا على ما دار، ولدي قليل من الأسئلة فيما تبقى من وقت، نلتقي بعد الفاصل.